من الأشياء التي خص الله بها رسوله وأكرمت بها الأمة بواسطة هذا النبي المصطفى الأذان يا جماعة. كانوا من سبقنا لهم طقوس أخرى مختلفة. النبي المصطفى أراد أن يجمع الصحابة فتحير بما أجمعهم، فقال بعضهم يا رسول الله نجعل يعني إذا جاء وقت الصلاة نجعل راية نجعل قبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب هذا الرأي لأن هذا من فعل اليهود. قالوا إذا جاء وقت الصلاة ندق الناقوس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يناسب هذا القول كذلك. هو يعرف منزلته عند الله ويحب لهذه الأمة خصوصية ومزية. يا سادتي والله لو تأملتم ما أكرمتم به بحسن صلتكم بانتمائكم لهذه الأمة لهذا النبي المصطفى، والله لو سجدنا على الجمر لما أدينا حقها. الشاهد أن النبي المصطفى لم يحب لهذه الأمة لا ناقوس ولا راية ولا قبع. عبد الله بن زيد من الصحابة الأجلة اهتم وهو يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غير فرح بما ذكره الصحابة، فأخذته نومة بعد أن رجع إلى بيته، فرأى رجل نظر رجل منور يحمل ناقوس، قال اعطني إياه. قال ماذا تريد به؟ قال حتى نعلم الناس بالصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ الله، شوف الإكرام. الله يرسل من يرسل في المنام لأولئك الصحب الكرام حتى يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال بلى، عندك شيء أحسن من الناقوس، ممكن نجمع فيه الناس ونقول لهم أن الصلاة جامعة. فعلمه الأذان. وفي رواية كذلك أنه علمه بعد الأذان الإقامة. استيقظ من النوم مباشرة يكاد يطير من الفرح ذلك الصحابي الجليل، ذهب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤية. كذلك تذكر بعض الروايات أن سيدنا عمر رأى كذلك نفس الرؤية، فتواردت الرؤى لكي يكرم الله ويخص. هذه الخصائص الخاصية أو الخصوصية، أن تتميز الأمة بشيء لم يكن لأحد قبلها، أن يتميز هذا الحبيب المصطفى ويخص النبي المصطفى بشيء لم يكن لأحد قبله. وإذا بالنبي المصطفى يسعد ويقول إن رؤيا حق ويعلم بلال الأذان فيؤذن ويقيم، وهكذا تتوالى الخصوصيات على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.